كلية الطيفور معلمة بيئية يعشقها الكثيرون حتى ممن لم يسعفه الحظ للصعود إليها والتجول بين غاباتها ومنعرجاتها. أما من زارها واستنشق هواءها واستمتع بطبيعتها ومناظرها الخلابة فالأمر يختلف كثيرا بالنسبة له. المنطقة الجبلية المطلة على الساحل التطواني بكامله والتي تجمع على مد البصر بين الشمال والجنوب وحتى الشرق والغرب عبارة عن مرتفع جبلي يقتسمه شاطئ المضيق والرأس الأسود. تقدر مساحتها حوالي 500 هكتار منها 327 هكتار غطاء نباتي و 58 هكتار خاص و 173 هكتار خارج الغطاء النباتي. يبلغ علوها 332 مترا على سطح البحر. مناخها شبه رطب معتدل. أصبحت كودية الطيفور محمية وطنية إيكولوجية وجيولوجية سنة 1995 حيث تعتبر موطنا لمئات أنواع الطيور أهمها طائر النورس، طائر الشاهين، الحمام البري
ولا ننسى غطاءه النباتي من أشجار الصنوبر، المستكي، الشيست، الدوم وغيرها. كما تمتاز المنطقة بوجود الخنزير البري، مما أصبحت الكودية المكان المفضل لصياديه. البعض يعتبر أن من أنجى الغابة لحد الساعة من الدمار هي الزيارات التي يقوم بها جلالة الملك إليها بين الفينة والأخرى، خاصة خلال تواجده في فصل الصيف، وهو ما قد يجعلها محمية إلى حين. ولكن ليكون الأمر أكثر ضمانا، فقد ارتفعت أصوات الساكنة لتطالب بضرورة الحماية ورسمنة المكان كمحمية طبيعية. تشرف المندوبية على حماية المنطقة وتزويدها بالمرافق الضرورية كخزان مياه وخنادق جدار الحماية من الحرائق، وثمان كيلومترات من الطرق المعبدة تحسبا لأي حريق. يتخوف الكثير من أهالي المنطقة من مصير الكودية التي لم تسلم من زحف المنتجعات السياحية ذات المستوى الرفيع، وتكاد الطيور تهجرها بعد أن كانت ملاذا لآلاف الأنواع من الطيور المهاجرة من أوروبا أساسا.
you.